انت اللي تقدر تغير شيء من المشاكل اللي دايرة في الوقت ده حواليك. وقول كلمة طيبة، يعني حاول انك مثلا لو في مشكلة قايمة او مثلا حاجة صعبة حواليك انت شايفها والمفروض انك تصلح ومش عارف، فيا اما تقل خيرا يا تصمت. يعني ممكن تقول كلمة طيبة ويكون ده ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، علشان ربنا يديك اجرا عظيما. والشغل والتعب اللي انت تعبانه ده، او الحاجة اللي انت شايلها على كتفك، او الحاجة اللي انت بتتعب فيها ومش لاقي منها اي شيء، ده كله ربنا هيديك عليه اجر عظيم. لان اصلا يا حبايب قلبي الصدقة بيكون اولى بها الاقربون، حتى لو كانت كلمة طيبة. يعني ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال برضو لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. يعني ما عنديش فلوس، ما عنديش مال، طب هعمل ايه؟ هقول كلمة طيبة بين الناس. فالكلمة الطيبة صدقة. هصلح مشكلة بين زوج وزوجة، بين اهل، بين اخواتي، بين ولادي. هعمل اي حاجة بعقل وحكمة تصلح بين الناس. هدي نصيحة لشخص تنفعه. ده كله شيء ربنا اتهولك، هو ده اللي عندك دلوقتي، فانت بتفيد بيه غيرك. افهم كلمة الا ما اتاها، مش اتاها من مال فقط، اتاها من علم، اتاها من فقه، اتاها من ارضاء الناس. مثلا انت شخص بيسمعوا كلمتك الناس مثلا، فانت ده ربنا اتاك حكمة من عنده، اتاك حكمة، اتاك موعظة، كل حاجة ربنا اتهالك تقدر انك تنفق منها.